إن علاقة الإنسان بربه علاقة تخصه فقط، وللأسف الشديد ألحد العديد من الناس في الآونة الأخيرة، بل وجهروا بإلحادهم، بل والأخطر من ذلك أنهم يدعون إليه ويشيعونه بين متابعيهم، بحكم أن هؤلاء الناس مشاهير يعرفهم الكثير من الناس ولديهم قاعدة جماهيرية كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم سعيد شو. أنا سعيد الجمالي ورحب بكم في هذا المقطع لكي نتعرف على 7 فنانين مشهورين لا نعرف أنهم ملحدين، ومنهم من تراجع وتاب إلى الله عز وجل، ومنهم من لازال في إلحاده، نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. فكان منهم بعض الفنانين الذين ألحدوا وجهروا بإلحادهم وإنكارهم لوجود الله ولخلقه للكون، لذلك ابقوا معي. قبل الفاصل أدعوكم للاشتراك في قناتي سعيد شو بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات لكي تصلكم إشارات بأي فيديو أرفعه على القناة. لنلتقي بعد الفاصل ونواصل. هؤلاء الفنانون والممثلون والنجوم منهم أجانب عالميين ومنهم عرب. في المرتبة الأولى الفنان محمود الجندي، أترككم مع هذا التقرير. محمود الجندي هو فنان ممثل مصري أعلن إلحاده بسبب مجموعة من الكتب التي قرأها والتي تنكر وجود الله عز وجل، وبعدها تاب بسبب حريق حدث في بيته أدى إلى احتراقه كل شيء حتى زوجته والعياذ بالله. ولكن هنا حدثت المفاجأة الكبرى، شيء لم يحترق، وهو بالرغم من احتراق كل شيء ببيت الفنان محمود الجندي إلا أن المصاحف القرآن الكريم لم تحترق، حيث كانت زوجته تحتفظ بها في المكتبة. فتعجب من رسالة الله له وتراجع وتاب إلى الله عز وجل ولله الحمد. في المرتبة الثانية دنيا مسعودي، وهي مطربة وملحنة أعلنت إلحادها حيث وشمت على ظهرها وشما مكتوبا فيه خصومة قلبي مع الله، ولم تتراجع عن إلحادها على الرغم من استياء الكثير من جمهورها. ومن المفترض أنها تلقت دعما ماليا أو إشهاريا كبيرا من طرف المنظمات خارج الوطن العربي والتي تسعى لإبعاد المسلمين عن دينهم وتستهدف المشاهير ليؤثروا في متابعيهم. نسأل الله عز وجل أن يتوب عن الفنانة دنيا مسعودي وأن ترجع وتتوب إلى الله عز وجل، بدل يعني اتباع الشيطان وطريقه ووساوسه التي لا تأخذك إلا إلى الجحيم والعياذ بالله. في المرتبة الثالثة أنجلينا جولي وزوجها براد بيت، على الرغم من إشهارهم لأعمالهم الخيرية وتبرعاتهم التي يصفونها بالإنسانية العديدة وخاصة أنجلينا، فهم يساعدون الفقراء في العديد من دول العالم كما يروج الإعلام الأمريكي، إلا أنهم يعلنون أنهم ملحدون، حتى أن هنالك فيديوهات ومقاطع فيديو مصورة لأنجلينا جولي تعلن فيها انضمامها للسادية. المنظمات اللي هي الخفيه وعن الطقوس. الفيديو ده وهو فيديو للممثله الامريكيه انجلينا جولي وهي بتتكلم فيه على طقوس غريبه جدا وبتقول معلومات غريبه جدا وانها قدمت يعني تضحيات معينه. فتعالوا ما نشوف كده الفيديو ده مع بعض نفهمه ونعلق عليه بعد ما نشوفه، فيلا بينا نتفرج عليه مع بعض. I would film these and everybody encouraged like everybody all different types of sexual, but there is that thing where it's like a lot of people misunderstand being with S&M and they think it's super, and I have to like explain to people how like where it's more like you're tied down because you need to be able to like have something to hold you down and keep you still, or like fight S&M or like be able to heal once you're weak like or something. So it comes ولجماعات سرية من أمثال الماسونية وغيرها. Some of those names include the Pope, Barack Obama, Madonna, George Bush, Hillary and Bill Clinton, and Angelina Jolie. But then we have much more down-to-earth theories regarding secret societies and their existence, and we don't always agree on what they do or what goals they represent. في المرتبة الرابعة رشيد بوجدرة،
هو فنان جزائري أعلن إلحاده وهو عمره 75 عاما، وقال كذلك أن جميع أصدقائه ملحدون. في المرتبة الخامسة دانييل رادكليف، الممثل البريطاني المشهور بسلسلة هاري بوتر والعديد من المسلسلات والأفلام الأخرى، ألحد عن الديانة المسيحية وأنكر وجود الله تماما، وقال إن ذلك جاء نتيجة قراءات كثيرة في كتب تتحدث عن ذلك. في المرتبة السادسة إمبراطور السينما مورغان فيرمان، هو فنان عالمي أيضا، تميز في العديد من المسلسلات والأفلام من بينها الآن يمكنك رؤيتي No You Can See Me والعديد من الأعمال العالمية الأخرى. حينما سأله أحد الصحفيين عن وجود الإله وأي دين يتبع، أنكر وجود الله وقال إنه مجرد اختراع مؤكدا أنه ملحد. في المرتبة السابعة جوليان مور، هي فنانة عالمية حاصلة على جائزة الأوسكار، وحين سألها أحد الصحفيين عن وجود الله قالت لا وجود لله، وأخيرا نسأل الله أن يتوب على كل ملحد وأن يرجع إلى الطريق المستقيم الصحيح السديد. هدفي من هذا الفيديو ليس من ورائه أي نية أخرى، إنما أريد فقط أن أريكم أن الشخصيات الذين تتخذونها قدوة لكم يجب أن تعلموا من هم وما هي معتقداتهم لكي لا تذهبوا معهم في نفس التيار الخاطئ الذي هم فيه. بالرغم من نجاحه في مستويات أخرى، إلا أن علاقتهم بربهم ليست كما ينبغي. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم واستفدتم منه. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن نال الفيديو إعجابكم، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، واشتركوا في القناة بالضغط على زر الأحمر أسفل الفيديو اشتراك سبسكرايب أو أبوني، فعلوا جرس التنبيهات لكي يصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أطرح عليك أسئلة حول ألقاب الأنبياء، سأعطيك اللقب وتعطيني النبي الذي لقب به، لذلك تابعونا في هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل جرس التنبيهات لتصلكم تنبيهات بمقاطعنا الجديدة، كما لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب إن نال الفيديو إعجابكم، وإن أردتم أن يشاهده الكثير من الناس شاركوا الفيديو مع أصدقائكم. كان معكم سعيد الجمال من وراء الميكروفون على قناتكم سعيد شو، ابقوا معنا أنبياء وألقاب. من هو النبي الذي لقب بخاتم الأنبياء والمرسلين؟ إليكم 5 ثوان للتفكير. الجواب محمد صلى الله عليه وسلم. من هو النبي الذي لقب بأبو البشر؟ الجواب آدم عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بأبو الأنبياء؟ الجواب إبراهيم عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بخطيب الأنبياء؟ الجواب شعيب عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بشيخ المرسلين؟ الجواب نوح عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بذو النون؟ الجواب يونس عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بروح الله وكلمة الله؟ الجواب عيسى عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بكليم الله؟ الجواب موسى عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بالصادق الأمين؟ الجواب محمد صلى الله عليه وسلم. من هو النبي الذي لقب بأبو العرب؟ الجواب إسماعيل عليه السلام.
من هو النبي الذي لقب بصاحب الحوت؟ الجواب يونس عليه السلام. من هو النبي الذي لقب بخليل الله؟ الجواب إبراهيم عليه السلام. نشكركم على مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم على الفيسبوك، تويتر، إنستغرام وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة والداعي إلى الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.